ازاي احنا دلوقتي في القرن 16 وانا السلطان سليم الاول والدوله العثمانيه مش عارفه تسيطر على اي حاجه؟ يعني الدوله دي قامت اصلا من القرن 13 واجداد عملوها وسيطروا بيها على اجزاء كتيره جدا. انا مش اقل من الناس دي، انا لازم يا اما اسيطر على اوروبا يا اما اسيطر على العالم الاسلامي. بعد الدوله اللي كانت قويه دلوقتي المماليك كلهم بيتصارعوا على الحكم، الدوله دي كانت اقوى دوله في العالم دلوقتي بقت اضعف دوله في العالم. يبقى لازم نروح ناحيه العالم الاسلامي. قول للجيش روح للعالم الاسلامي. هو احنا عملنا ايه في اخر معركه؟ لا عادي، ده كلام سهل جدا. ده كان رحنا حاربنا الدوله الصفويه في معركه جلد ايران ودمرنا الدنيا وحررنا الدوله ونهينا الدوله باللي فيها. طب واللي جاي ايه؟ بنفكر في دوله المماليك. طب هنخش لهم منين؟ لما بصيت على الخريطه اللي بيننا وبين دوله المماليك في اماره صغيره كده، دوله صغيره اسمها اماره ذي القدر المملوكيه، دي تبع دوله المماليك. احنا ممكن ناخد الجيش ونروح نسيطر عليها، هي كده اصلا من غير جيش لو رحنا انا وانت اصلا نسيطر عليها وبكده نجر شكل دوله المماليك عشان نبدا معاهم الحرب. ايه رايك؟ يلا جهز الجيش ونروح عليها. تمام. انا حاكم اماره ذي القدر المملوكيه. بص كده دولة المملكة دي بقى عندها مفيش الكلام ده، يلا وامشي. انا هقول للسلطان. قول له يلا. ما ينفعش كده على فكرة. يلا بره. الدولة العثمانية سيطرت على العمارة ذي القدر المملوكية وطردوني منها. ازاي؟ يعني انا السلطان قنصوة الغوري يحصل معايا كده؟ انا لازم اجمع الجيش واروح انتقم منهم في معركة مرج دابق. قنصوة الغوري سليم الاول قابلنا في مرج دابق اخيرا، بس على فكرة مش جاي لوحدي، انا كمان جاي دلوقتي. تعال تعال. تحب تستسلم ولا ندخل حرب؟ لا ندخل حرب. يلا يا رجالة. كمان باي سليم الاول، انت عارف انت شبه قنصان بول قبل ما اقتله، مش ناوي تسلم مصر بقى ونرتاح من الكلام ده برضه ولا عايز حرب؟ مش عاوز حرب. انت عارف اصلا مش عارف مكانك لولا الخاين اللي من دوله المماليك اللي ضلنا على المكان ده. تعال تعال. من وجهه نظري بول بلاش حرب عشان قنصان بول مات برضه، انا احب تموت زيه. برضه يلا يا رجاله. تعال استلم عرش مصر. خلاص عملناها. انا السلطان سليم الاول سيطرت على مصر وعلى العالم الاسلامي وبقيت حامل حرمين الشريفين. في 2 جنيه يقدموا على شغلك دلوقتي. 2؟ فين دول؟ واقفين بره. دخل 2 اللي بره. كويس، مكمل تعليمك فانت في الجيش، ممتاز. ولا تعليم ولا يعني عادي مش مشكله. لو انت حكمت مصر هتعمل ايه؟ اهتم بيها واشغلها. كويس، وانت لو حكمت مصر هتهتم بيها بس عادي.
انت دفعت كام عشان تبقى والي اصلا؟ 100 جنيه. 100 جنيه؟ دفعت 10000 جنيه. 10000 جنيه؟ كويس. طب استاذنك لو احتاجناك في اي وقت هنكلمك، ما تقلقش. مبروك عليك. بيت ولا مصر؟ اي اسئله؟ بالنسبه للمرتب، مرتب 800 جنيه بس ده الاساسي، يعني مع الوقت وشغلك وكده ممكن يوصل ل 1000 ونص، ده الوزير نفسه بياخد 3000 جنيه. طب بالنسبه للحكم؟ بص هو الحكم طبيعي بتحكم سنه واحده بس. بس لو انت شغلك كويس ممكن تحكم سنتين او ثلاثه، بس اخر 3 سنين. بعد كده بقى بتشوف شغلك في اي منطقه ثانيه. طب بالنسبه للضرايب؟ لا بص هو الضرايب فيها حاجه حلوه. انا مثلا هطلب منك مبلغ اخر الشهر، عايز مثلا من مصر 2000 جنيه. انت بقى لميت 3000 4000 بتوعك. انا عايز 2000 جنيه بتوعي بس. مفيش مشكله. حلو؟ ممكن تبدا شغلك من بكره، هتروح تستلم مكانك في القلعه في مصر. في اي مشكله؟ بس اهم حاجه مش عايز مشاغل في مصر. بص افرض الضرايب اعمل اللي انت عايزه، بس انا مش عايز قلق، مش عايز ثوره، مش عايز مشاكل، انا عايز اريح دماغي، انا مش كل يوم قلت انا اروح مصر. مفيش مشكله؟ وكده كده الجيش موجود هيحميك والديوان موجود هيحميك، مفيش اي حاجه. تمام؟ يلا خلي بالك من نفسك. عادي انت ليه ما اخترتش المتعلم؟ عادي هاخد قلت ايه؟ انت ليه ما اخترتش المتعلم؟ يا ابني المتعلم مش هيفيدنا بحاجه. هو متعلم هو كل حاجه بس ماهوش فلوس. عمره ما يفيدنا باي حاجه. لكن التاني اي نعم مش مكمل تعليم وزباله واي حاجه، بس المهم انه معاه فلوس. لما اطلب منه ضرايب اعرف يديها لي. المهم البلد بتمشي بالفلوس مش بالكفاءات والكلام ده. اهم حاجه فلوس. فهمت؟ الوالي ممكن يسرق البلد. محتاجين حد يراقب. ما تقلقش مش فيها تاني. دخلوا الديوان. مصر بقى عليها والي دلوقتي. بس احنا خايفين منه. ممكن يسرق البلد او يعمل مشاكل او حاجه زي كده. ما تقلقش. لا انا مش عايزك تعمل اي حاجه، لا ما تكلموش خالص، انا عايزك تراقبه. كل حاجة بيعملها تبعتها لي. ماشي؟ ماشي. دخلوا الحامية. بص أنا واثق فيك عشان أنت قائد الجيش كله، واثق فيك جدا. مصر بقى فيها والي وديوان. الوالي ممكن يسرق البلد دي ويعمل مشاكل. عايزك تخلي بالك منه. حلو؟ والديوان برضه. يعني مش الوالي بس، والديوان خلي بالك منه، انا مش واثق في الديوان ده. راقب الاثنين دول، لو عملوا اي مشاكل تبلغنا على طول، انت قائد الجيش، ماشي؟ ماشي. تمام. الشعب المصري ماشي، محتاجين حد يفهم. كنت بفكر في كده على فكره، لان الشعب ده اصلا بيتكلم عربي واحنا ناس من تركيا. فاحنا عايزين حد يفهم الدماغ ده. انا عندي فكره. احنا نشوف اخر ناس كانت حاكمه مصر يمسكوا الاقاليم بس مش هيدوا منصب كبير. هنستعين بالمماليك. ايه رايك؟ نتكلم بالمماليك. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. قرت في حلقك، هتفرق. دخلوا على بيت كبير. ازيك على العمليه؟ بص علي انا عارف ان انت تبع المماليك وانا من الدوله العثمانيه واحنا اللي مش بنتفق مع بعض اصلا. بس انا محتاجك تساعدني في الحكم اللي انت عارف دماغ الشعب المصري دماغنا يعني. انا عايزك تساعدني في الحكم هتمسك الاقاليم بس. ايه رايك؟ موافق؟ موافق. بس خد بالك يا علي تمسك الاقاليم بس، اي حاجه ترجع للدوله العثمانيه. ماشي؟ اتفضل. أو كده أيا كان الحل اللي هيعمله أو أيا كان هو هيعمل إيه، كده كده حكم أقاليم بس. راح أو ده حكم أقاليم هيرجع لنا مع المحاصرة. وإحنا لسه الإيد العليا، إحنا دولة العثمانية. إيه رأيك؟ لا بالظبط. يعني أنا علي بيك كبير حكمت المماليك أروح أشتغل عند الدولة العثمانية؟ لازم أكلم صاحبي ظهر العمر وأتحالف معاه وأدمر الدولة العثمانية. محمد ابو الدهب حضر الجيش وروح الشام. شفت علي بيك كبير عمل ايه؟ شفت الخاين ده العبد اللي من دوله المماليك. يعني بعد لما جاب له فرصه شغل واصلا كانت دوله ضعيفه ما لهاش قيمه جبت له شغل حلت يحكم الاقاليم. لو فاكر لما كان قاعد معانا هنا. انا فاكر.
عملت له كل الكلام ده في الاخر بقى بيعزل الوالي بيتحالف مع صاحبه ظهر العمر برضه اللي زيه من المماليك سيطر على جنوب الشام وبعد ده كله بيبعت جيش بجوز بنته محمد ابو الدهب عشان يسيطر على الشام كلها فعلا بعد ما عملت ده كله بيعمل ده كله معانا بس انت عارف الميزه في دوله المماليك لازم يكون في خاين بينهم انا وصلت للخاين ده نخاله محمد ابو الدهب ازيك يا محمد عامل ايه بص يا محمد انت عارف انا ما بحبش ابدا بتكلم جدا بصراحه دوله المماليك دوله ضعيفه وانت عارف حاجه زي كده اتهزمت في مرج ضابط وفردانيه وفي دير البحريه وفي معارك كتير جدا خسرت هي اصلا لو كانت الدوله القويه كانت وقفت قصاد الدوله العثمانيه في حرب واحده حتى علي بن كبير انا عارف اللي هو انت متجوز بنته والحاجات دي بس خلينا نتكلم في الواقع شويه علي بن كبير ممكن يكون دماغه يعني وسعت منه شويه لما عزل الوالي وعمل الكلام ده كله وانا ممكن امسح كل اللي فات ده كله واسامحك اللي انت عايز تحتل دمشق والشام والكلام ده كله انا ممكن اسامحك في كل ده بس في طلب صعب المطلوب انك تقتل علي بن كبير بالظبط كده بس عشان خاطر ما تفكرش في الموضوع كتير والكلام ده اكيد هيبقى ليك مكافاه المكافاه انك تبقى حاكم الاقاليم بعد وفاه علي بن كبير ايه رايك متفقين بس انا سامع منك اخبار كويسه انا خلصت على علي بن كبير مبروك عليك يا حاكم الاقاليم مش كنتش فيك لحظه محمد ابو الدهب تقدر من بكره تروح تسلم شغلك في مصر انت عارف ايه اللي بيوقع اي بلد بالظبط خاين اوعى تثق باي خاين في يوم من الايام وزي ما زي ما خان علي بن كبير هيجي في يوم من الايام يخوننا احنا مش كده اوعى تثق فيه خلي عينك على محمد ابو الدهب يلا بينا ايه ده حلو نادي يقول لك محمد ابو الدهب محمد ابو الدهب تعالى بقى ملك هيجي يا ابني خش اقعد عشان اتكلم معاك وبعد كده اقول لي ما تقلقش